ضيفتنا أريج شريم، وهي اختصاصية لغة عربية وصاحبة صفحة أريج العربية. بونسوار أريج. كيفك يا رب؟ تمام، الحمد لله. أنت كيف؟ الحمد لله. يمكن هيدا السؤال أريج بهالأيام، وقت تسأل بعضنا كيفك وكيفك، يمكن صرنا هيك نسأله بس تنسأله. و حرفيا للأسف 100% على أمل، على أمل مثل ما كنا عم نقول إنه تجي أيام أفضل ونوصل لمحل في أمل أكتر من خلال كل الجهود اللي عم بتصير، يعني إن كان بغزة وإن كان الشباب والشابات العرب اللي موجودين بأنحاء العالم واللي ما عم بيوقفوا يعلوا صوتهم بالرغم من كل الحدود اللي عم تنحط لهم. 100%. إن شاء الله هيك تكون الأيام الجاية أحلى علينا وعلى العالم كله. يا رب. أريج، خلينا بداية قبل ما نتطرق على موضوعنا تخبرينا أكثر شوي عن صفحتك أريج العربية اللي أسستيها من فترة وعم تنشري من خلالها محتوى كتير، هيك إذا بدنا نقول كتير له قيمة ثقافية وأدبية عالية. أول شيء أنا بدي أشكرك على الاستضافة، بدي أشكرك على اهتمامك بالموضوع، وأكيد نرجع لنفس الوقت بالوقت الحالي كل اهتمامنا وكل مجهوداتنا إذا عم تصب بمطرح واحد اللي هي دعم القضية الفلسطينية ودعم غزة. فحابة أشكرك كبداية. وبالنسبة للصفحة، بلشت فكرتها بصراحة من هيك حاجة معينة شفتها بحكم خبرة بسيطة بهذا المجال، في حاجة لتبسيط اللغة. فبلشت الفكرة أولا من هذا المطرح، وبما أنه نحن عايشين ببلد محتاجين أن نقدم على كذا جبهة لحتى نقدر نعيش، فبلشت فكرتها هيك شيء خاص يكون شغل بالمجال اللي أنا بحبه. فمن ومن الحاجة لتطوير هيدي اللغة لحتى تكبر عدد من الناس، بالإضافة لتعليم الأجانب غير الناطقين باللغة العربية وتقديم خدمات التدقيق اللغوي والتحرير والترجمة. فمن هون 100%، وأكيد الأشخاص اللي بيقدروا يرجعوا يطلعوا على الصفحة اللي موجودة من خلالها معنا اليوم رح يلاحظوا إنه فعلا اللغة العربية اللي نحن بنعتبرها لغة هي كتير معقدة، وهي أكيد فيها يمكن هي لغة ثمينة كتير، ومن هون بيجي التعقيد اللي موجود فيها، إنما عم بتقدميها بطريقة مبسطة يكون أي شخص عم بيقدر يتعرف عليها أكتر ويكتسبها أكتر. اليوم أريج مثل ما ذكرتي عم بتساهمي كمان بنشر توعية أكتر، بنشر توعية ثقافية أدبية إذا بدي أقول أكتر عن القضية الفلسطينية، كيف عم بتساهمي بهذا الموضوع؟ صراحة مع بداية الحرب الكتير وبعدها مستمرة للأسف، حسيت إنه اللغة العربية مش مفصولة نهائيا، لأنه إذا في روح لهذا الاحتلال فيطمس أي هوية لكل ما يتعلق بالعرب. فكان في محاولة إنه يتحول محتوى الصفحة لدعم بشكل من الأشكال لفلسطين ولغزة ولكل شيء عم بصير. وكان هذا الشيء يعني من خلال تقريبا شيء قريب من المحتوى اللي بقدمه، اللي هو العودة للأدب. والأدب صح أوقات ما بيكون مثل التاريخ مثلا عم ينقل الفيرة، بس بدل عليها بطريقة أو بطريقة. 100%. التوجه نحكي عن كتاب فلسطينيين، عن محتوى فلسطيني، بيشيروا بمطرح من التاريخ إلى أنه هيدي الأرض هي أرض فلسطينية عربية من قبل 48. فمن هون بلش التوجه، وصارت الأفكار عم تتطور إذا بدك لحتى نشير بأي طريقة ممكنة لتاريخ هيدي
منطقة ولا شيء غير العربية. نعم. والاشياء اللي بلشت تحطيها، المحتوى اللي بلشت تحطيه واوله كان مثل فيديوز صغار، كنت عم بتعيدي للواجهة الأسامي الحقيقية والأصلية لضياع ومناطق فلسطينية. إذا فينا نشارك هيك بعض منا مع المستمعين. في عنا مثلا عسقلان، هي اسم المدينة الفلسطينية عسقلان، بالرواية الإسرائيلية اسمها أشكلون. عكا بالرواية الإسرائيلية اسمها عكا. تل أبيب هي يافا. فبفتكر إن كتير مهم حتى نقدر نثبت روايتنا وحتى نركز هيدي الرواية، نعيد استخدام المصطلحات الصحيحة، إنه من هون بتبلش المعركة. وفي مية كتير بالمية نعم. بعد ما راح أكون مذكرة كل أسماء المدن الفلسطينية، بس موجودين في فيديوز، موجودين على البيج، بيحكوا عن 8 مدن فلسطينية شو أسمائهم. وإن شاء الله مستقبلا أكيد بنرجع بننزل أشياء جديدة. وهيدا مثل ما ذكرت يعني هيك شي بسيط بفرجي انه هالتاريخ كان موجود من زمان كتير، وهالمناطق كانت موجودة من زمان كتير بأسامي مختلفة بأساميها الحقيقية لكتير من الجيل الجديد، يمكن ان كان بالعالم العربي بمحلات وان كان بالعالم الغربي اكيد ما بيعرفها ومنه مطلع عليها. وهون عم بيكون كتير دور الشباب والشابات بلبنان وخارجه كمان كتير دور مهم، لأنه عم بيساهموا بنشر هالتوعية بين مجتمعاتهم بين محيطهم بين أوساط عملهم اللي محلات عم بتكلفهم كتير مثل ما عم نشوف بالأيام الأخيرة. أريج، إذا هيك بدنا ننصح المتابعين والمستمعين عبر إذاعة لبنان بكتاب معينين أو كتب معينين بتنصح إنه يكونوا عم يتجهوا لها عم يطلعوا عليها أكتر تا ياخدوا الشق الحقيقي من التاريخ. هلا الكتاب الفلسطينيين تحديدا وقبل المطرح، إذا بدنا نذكر منهم، في عنا تميم البغوثي اللي هو شاعر وروائي، رضوى عاشور، محمود درويش غني عن التعريف، غسان كنفاني، إبراهيم نصر الله، كلهم بيحكوا برواياتهم وبكتاباتهم عن يعني وعن معاناة الشعب الفلسطيني من 75 سنة لهلا. وبفتكر في كتير بعد، أكيد ما راح أتذكر كل الأسماء، بس هاي الأسماء من الأسماء البارزة واللامعة يطلع على. نعم. وهل في كتاب معين هيك انت شخصيا بتحسيه بجسد فعلا التاريخ الفلسطيني وبتقدري تاخدي منه اذا بدك اكبر جزء من المعطيات؟ هيدا رأي شخصي اكيد عم ناخد. أكيد ما في كتاب واحد، لأنه كل كتاب تناول هاي القضية بزاوية معينة، كلهم بنفس الأهمية. مثلا هلأ بيخطر على بالي لغسان كنفاني، رواية رجال في الشمس، نعم. بتحكي عن 3 أشخاص كانوا طاهرين من فلسطين، وتيقدروا هن مقاتلين، فتيقدروا يظهروا من فلسطين، ظهروا بخزان مي، خزان كان مي فاضي. بس للأسف أمور السائق الشرطي على الحدود، وطول عليهم، رجع لقاهم ميتين من ورا الحرارة بقلب. هذا العنوان اللي بيخطر على بالي هلأ. في كمان الطنطورية لرضوى عاشور، اللي هي بتتناول المجزرة اللي صارت ب 48 بمدينة طنطورة. رأيت رام الله لفريد البرغوثي، كمان بيحكي عن عودته لرام الله، لأنه هو كان بالقاهرة احتلت فلسطين، ومنعوا كل الفلسطينيين اللي كانوا برا فلسطين يعودوا. فلما رجع هيدي الرواية، في كتير أسماء، وأكيد كلهم خدموا القضية من المطار.
أكيد بندعي لكان كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا إذا بحبوا إنه يكونوا عم يطلعوا بشكل أفضل على هالموضوع، لأنه كتير حلو الشخص وخاصة الجيل الشاب يكون مطلع على هيك قضية، ويكون وقت عم بيجي ويناقش بهالقضية أو عم بيرفع الصوت أو عم بيدافع عن هالقضية يكون عنده إذا بدنا نقول باجاج أو عنده هيك خلفية ثقافية واضحة مرتكز او مرتكزين عليها. فاكيد بندعيهم يكونوا عم بيتابعوا صفحتك، يكونوا عم بيتابعوا الصفحات الاخرى، لانه عم نشوف اليوم كتير ناشطين وناشطات بلبنان وخارج لبنان عم بيشتغلوا على هذا الموضوع، عم بينشروا قد ما فيهم معلومات موثوقة بنقدر اكيد نكون عم نستفيد منه. انه هالقضية تحديدا مش مفصولة، يعني نحن مين ما تأثر باللي عم يصير من تلك فعلا فبتصب بصلب حياتنا، لهيك كتير مهم نكون مطلعين عليها. 100%، وهي قبل كل شيء قبل أي شيء هي فعلا قضية إنسانية، يعني حتى قبل ما نروح على أي تفصيل من تفاصيلها ما حدا في ما يعترف إنه هيدي قضية إنسانية، واللي عم بيصير اليوم هو كارثة إنسانية بظل هالصمت وهالتعتيم اللي عم بيصير من كل الجهات. للأسف أريج، أنا بشكرك كتير على وقتك معنا اليوم، بدعي كل المستمعين والمتابعين عبر الإنستغرام يزوروا صفحتك أريج العربية ويكونوا عم بيطلعوا على كل المحتوى اللي عم تشتغلي عليه واللي عم تنشريه، ومثل ما هيك اليوم وكل يوم هالفترة عم نتمنى لبعض إنه بنتمنى تضلك بسلامة بأمان ونضلنا عم نكمل ومناح قدر الإمكان. الله راضي. ميرسي كتير لإلك. شكرا كثير. باي. باي باي.